كل عيب يا هشام. شو ضل إشي بتمتلكه ما قدمته لهالوطن؟ شو بقي عندك إشي ما تلف لتصلح البلد؟ هشام خجلانين كثير والله، قاعدين بنبحث عن حفرة نطمر فيها راسنا وخيبتنا وغفلتنا وتقصيرنا ولا مبالاتنا. بس هشام، لمحت دمعة نازلة من عيونك في إحدى الصور. هشام شو اللي خلاك تعيط؟ شو اللي نزلها؟ مستحيل من الإضراب، مستحيل من ألم الأمعاء الخاوي، لأنه لو من الوجع كان بكيت من الأسبوع الثاني. هاي دمعة عتب ولا شو يا هشام؟ دمعة غصة أجتك وإنت على سرير المعركة ولا لا؟ دمعة خذلان لما التفتت حولك في الميدان وما لقيت غيرك؟ هشام بسألك وأنا ما بطلع لي أسأل، وما بطلع إنا نطالبك بتبرير، لكن حركة الروح والضمير والعين البصيرة والإيد القصيرة هي اللي بتدفعني أتساءل. طيب هشام، دعائي بكفيك؟ منشوري وفيديو وصور بتخفف عنك؟ طيب احكي لي شو أعمل، كيف أخفف من حركة روحي؟ هشام ما تدخل بغيبوبة منترجاك، لأنه بعمرك ما رح توصل لمرحلتنا. إحنا اللي بغيبوبة ولسه مش صاحيين منها، مش أنت. إحنا الأموات اللي بنتنفس، مش أنت. اصحى يا هشام واطلع من إضرابك، ووقف قبال عيوننا وحكينا أنتو مش قد الحمل ولا قد تكونوا سند. إحنا بنستاهل يا هشام، نستاهل إنه ما ينغفرنا وإنه دمعة ولادك تضل تحاسبنا ليوم الدين. لكن والله القلب ببكيك وببكي حالك، لكن هزائمنا وجبننا فاك وجعك بكثير.